ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بفضلك. الحرف ده مش عارف حصل له ايه، تعالوا بس نكتبه تاني. الناس اللي عايزة يعني ايه تتعلم معانا خليك معايا. حرف الجيم عملناه كده، والميم بيجي من تحته كده، وبعد كده الياء، ثم بنرتفع لأعلى ونلف دوران اهو. ده طبعا بيكون سطر الكتابة، النقطة هنا. حرف العين بقى أسفل السطر اللي هو باظ مننا هنا، هنيجي نعمله كده حركة أهي، ثم دوران 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 أسفل سطر الكتابة، ونمشي بالشكل ده كده أهو. ده جميع. ممكن برضو حد يجي يقول لي احنا عايزين نكتبها بخط أسهل شوية، ممكن نيجي نعملها كده. الجيم اللي هي الكتابة ايه، اللي هي الكتابة العادية بقى، يعني مش بقاعدة ولا حاجة، يعني دي الصح. الصح ان احنا نكتبها كده، لكن الكتابة العادية ممكن نجيب ايه الميم والياء والعين بالشكل ده كده اهو، زي دي بالظبط. يعني الفيصل معانا ايه، ان احنا نتمرن باستمرار، ان كنا بنكتب على ورق او بنكتب على حتى اوراق، على مناديل ورقيه. ده يعتبر منديل ورقي، بنكتب على اي حاجه ان شاء الله باذن الله، نكتب على اي حاجه. اللي عارف الخط وبيكتب هيكتب على اي حاجه. بفضلك الباء، وبنرتفع لاعلى، وبعد كده نجيب حرف الفاء، ومشينا اهو. ومن هنا كده سنة كده أسفل سطر الكتابة، ارتفاع لأعلى مع دوران. حاول وانت بتكتب على الورق ده بالذات اللي هو المناديل الورقية بالشكل ده، حاول ما تضغطش على القلم قوي، ما تضغطش على القلم قوي، عشان ما يعملش معاك زي ما عمل معايا هنا في ايه، في حرف العين. بكده تكون انتهت حلقتنا. اتمنى اي حد يشاهد الحلقه للنهايه انه يشترك في القناه. شجعني يا سيدي بكلمه حلوه منك كده، ممكن تشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات من دي كتير. اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.